بما أنك طبيب هلأ بشهر رمضان مثلاً كطبيب، شو بتواجه أنت مثلاً؟ شو المشاكل الصحية اللي بيواجهها الصائمون مثلاً بهالأوضاع؟ يعني إحنا عندنا بالمرضى بالعراق أكثر المشاكل اللي نواجهها إنه مرضى الضغط والسكر. إيه. عادة يعني أكثر المرضى هم خلال السنة الالتزام مالتهم بالأدوية والكنترول على المرض مالتهم يعني مو بمستويات عالية. فمثل الطالب اللي يعني السنة كلها يعني ما يقرأ وبعدين يجي الامتحان يريدها، فيدون يعني قبل رمضان نوعين هم من المرضى، قسم من عندهم اللي يريد يصوم يريد يسيطر على المرض مالته حتى يصوم، نعم، وقسم من عندهم ما أعرف يمكن يريد طبيب يقول له لا الصوم ما أعرف، بس ممكن إنه يعفى من الصوم اللي يعني هو حالات يعني لازم يأخذ أدوية يعني مثلاً. يعني اللي أشوفه أكثر الحالات اللي هو ما يصير يصوم يكون جدا يعني حرام من كثر الإيمان ومن كثر يصر على جدا الصوم. يصر على إنه أنت تعطيه بيرميشن إنه يصوم. شو بتنصحهم؟ أنصحهم إنه يلتزمون يعني بالعلاجات مالتهم والسيطرة على المرض مالتهم حتى من يجي رمضان يكون يعني هو مستعد أصلا إذا كان هو يعني وضع الصحي يسمح له إنه طبعا. والله رحيم يعني أكيد.